عندي هالوقت وهذا طبع علي. يا عمي ليه متوتر؟ والله لابد. ليه؟ ما ودنا نرجع خايبين ان شاء الله. ليه خايب؟ منافسة قوية والله، والناس صوتوا وربعنا صوتوا، لازم عاد ان شاء الله نتأهل. لو سمحتوا لا احد يتحرك من اللوكيشن لو سمحتوا، لانه الكاميرات قاعدة تاخذ. اللي يتحرك لا تدخل البرنامج. يا صدقي والله متوتر مرة. اي والله، بس الله يكتب التوفيق وراضي باللي يكتبها الله سبحانه. عادي تقدر توقف؟ اقدر اوقف. ابشر. بسم الله. ليه ترجم؟ لازم يا اخي، الناس حاطين هقاويهم فيني وان شاء الله اني قدها، فلا بد توتر. ان شاء الله اني مقبول ان شاء الله. طيب يدك معرقلي. والله عاد استريح والله. ابشر اعطوه مويه. اقوى تحيه بالله له. يستاهل سامي.